انطلاقة جديدة تعلنها هيئة السكك الحديدية بالدفع بعدد من العربات والجرارات الجديدة القادمة من روسيا، والتي تم استقبالها عبر ميناء الإسكندرية لتدخل خطوط السكك الحديدية لأول مرة في تاريخها، حيث شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل دخول هذه العربات والجرارات الجديدة بمحطة مصر والبدء في التشغيل التجريبي لها، بما توفر خدمة مميزة للركاب. عربيات درجة ثالثة تم تطويرها في شركة سماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع المصرية بأيادي مصرية. طورنا عربيات درجة أولى فاخرة VIP في ورش السكة الحديد في كوما برادي، أيضا بأيادي مصرية وخامات مصرية. طورنا عربيات أسباني كانت تقريبا بتخرج من الخدمة، بالإضافة لعربيات اللي لسه كانت جاية، يعني عدى عليها 7 8 سنين ولكن احتاجت تجديد وتطوير عشان تواكب التطوير والتجديد الشامل اللي بيتم في هيئة السكة الحديد، وخاصة في مجال زي ما قلت الجرارات والمعدات اللي هي الوسيلة الأساسية للجر أو نقل الركاب. المواطنون أبدوا عن رضائهم بتشغيل هذه العربات والجرارات الجديدة، والتي ترفع من كفاءة وتحديث أسطول السكة الحديد ليقدم خدمة متميزة. في شغل حاسين بيه، وزي ما احنا شايفين القطر اللي ورانا ده، انا حاسس ان احنا في اوروبا ولا في امريكا بجد، يعني مش حاسس ان احنا في مصر. بس لو هنحافظ عليها والتذكره تبقى كويسه والناس تمشي بمرد الله. دلوقتي بقينا بنشوف تطوير اشارات وتطوير جرارات وتطوير عربات، كل ده لمصلحه مين؟ للمواطن محدود الدك. هذه العربات والجرارات الجديدة، والتي تأتي في إطار صفقة لتوريد 2300 عربة جديدة و110 جرارا جديدا، تم توقيعها مع كبرى الشركات العالمية، تتمتع بمواصفات فنية عالية وتسهم في زيادة قوة الجر وكفاءة التشغيل اليومي. عربات وجرارات جديدة تدخل خطوط السكك الحديدية لأول مرة في تاريخها، ذات مواصفات فنية عالية وطبقا لأحدث النظم العالمية، لتحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ليرى المواطن المصري أسطول سكة حديد حديث يلبي احتياجات الملايين من الركاب سنويا. من داخل إحدى العربات الجديدة بمحطة مصر، أحمد ممدوح، النيل.